جينا هذا كل اللي قالوا لك عنا وتحكي لنا هذا جينا هذا قصة مجموعة قصص تفكيرنا تحكي لنا عن جينا هذا يعني العالم بتفكر انه حلقه التسجيل اسهل من حلقه الهواء، بس بصراحه حلقه الهواء اسهل بكثير. اولا بنضلنا متواصلين مع العالم. كيفك رأفت؟ مساء الخير. مساء الخيرات. كيف صحتك؟ يعني انت خجول بطبعك هيك ولا؟ لا عادي عادي. خلوني اعرفكم على ضيفي مباشره. موقع ويكيبيديا الخاص بالسير الذاتيه والمعلومات الشخصيه كتب عن ضيف جيلنا اليوم رأفت الكراد، بطل كاراتيه سوري، هو بطل العالم سابقا برياضة الكاراتيه ومن أقوى مدربي بالعالم العربي، بيحمل حاليا الحزام الأسود 6 دان عالميا ودبلوم بالتدريب والتحكيم، شارك ب 200 مباراة دولية تقريبا، أحرز خلالها على ما مجموعه 42 ميدالية. هو من مواليد درعا 72، كانت بداية انطلاقته بنادي الشعلة عام 85، التلمز على يد المدرب عبد الجبار الجور وانتقل بعدها لنادي الشرطة وأشرف على تدريبه الاستاذان فاضل راضي ومسلم رحمي. أول إنجازاته كان عام 88، أول إنجازات تخيلوه هو برونزية بدورة الفجر بإيران، بعدين انتقل لحتى يحرز بطولات كثيرة من ضمنها عام 1990 ذهبية القتال الجماعي ببطولة العالم اللي أقيمت بدبي بعام وبعام 85 أحرز كمان فضية بطولة آسيا بالفلبين، صح؟ 95 وبال2000 أحرز ذهبية بطولة الشرق الأوسط بالأردن، وهيك يعني بطولات كتير هيك. الحمد لله. وهلأ ما كان في بطولات ولا هلأ خلص فرغت لك؟ هلأ حاليا مدرب منتخب الوطني أنا وزميلي اسمه هي النمر، بعد تشكيل اتحاد جديد اختار الاتحاد الجديد وجوه شابه بجميع يعني اللجان اللي شكلها، وبيناتهم تدريب المنتخب الوطني شكل يعني لاعبين سابقين كانوا ابطال فاختارهم كمدربين منتخب وطني، وعندنا مدير فني للمنتخبات الاستاذ فاضل راضي واداره يعني كلها متعاونه ان شاء الله، وراح نعمل شيء يعني ان شاء الله يعطي نتيجه، بس بدنا وقت. على كل الاحوال بنرجع بنذكر حلقتنا مسجله، وإذا سمعتوا صوت الشات أو كذا فلأنه نحن فاتحين شات وعم خبرين العالم اللي داخلين هلا على الشات أنه في عنا مشاركات، فممكن يكون معنا مشاركات بس رح تكون مسجلة معنا على الهواء مباشرة، إضافة إلى خلال الأسبوع جانا مجموعة من المشاركات ممكن ناخدها. لكن العنوان العريض صحيح هو جيلنا وفن الدفاع على النفس عن طريق الكاراتيه، لكن أكيد في جانب شخصي كتير مهم هو ببطل غائب رأفت أكراد. وين غائب؟ مو غائب بس يعني أنه كلاعب شيء وكمدرب شيء تاني، يعني كلاعب دائما في مشاركات بالبطولات وكانت فرص المشاركة كبيرة، هلا كمدرب وجوه شاب بكل منتخب وطني عندنا كم لاعب قديمين ممكن نستعين فيه، بس بد يعني ما عندك رديف يعني 5 سنين أو 10 سنين كان في منتخب وطني مو بالكرتيب بجميع الألعاب الرديف مفقود. يعني بصراحة هذا واقع كل الرياضات على كل الرياضات، وهي يعني فينا نقول يعني مشكلة بالنسبة للرياضة السورية. بس الكاراتيه بالذات كنا أبطال عالم. كان عندنا بالكاراتيه فينا نحكي نحن من عام 90، من 90 ل 97 الكاراتيه الأوج تبع يعني كانت منافسة عربيا، كان ترتيبها بين الثلاث الأوائل، حاليا ترتيبنا الثامن. عالميا؟ عربيا. عربيا. عالميا كان عندنا كم بطل، كان في نور شمسي، حي نور شمسي ورأفت أكراد وسهيل سلمان وعدة أبطال يعني منهم خارج البلد منهم داخل البلد، آسويين وعربيين. على كل الأحوال أنت بتتدرب لهلأ؟ إيه بس أنت عم بتدرب. أنا عندي معلومات تقول أنه هيك مكتوبة أنه كيف يتدرب رأفت
انه بالايام اللي ما فيها بطولات كان بيتدرب بمعدل ساعتين لثلاث ساعات يوميا، وبتعتمد على اللياقه البدنيه، جري كذا. هلا بتعمل نفس اللي مكتوب واللي محكي ثلاث ايام بالاسبوع بتتدرب، بتعمل لياقه بدنيه، بتعمل كذا، ولا لا امانك فاضي هلا؟ والله هو بشكل عام صار يعني انه انا كان جرعه تدريبي انا لاعب توصل لست ساعات يوميه اثناء تدريب المنتخبات الوطنيه يعني، وايام العاديه تكون مثلا ثلاث ايام بالاسبوع كمان اقل شيء ساعتين. حاليا يعني فينا نحكي انه تدريب المنتخب لسه ما فتنا معسكرات، يعني جرعات تدريبيه خفيفه. وانا من فتره استلمت اداره نادي بدرع بمكان يعني حساس بمحافظتك، محافظه درعا، محافظه درعا دوق وايت روز، في نادي صحي على مستوى يعني ومستلم ادارته، فبلشان بالامور الاداريه في تدريب بس مو بالشكل المطلوب، وزني زايد كثير يعني. على كل الاحوال انت ما قطعت تدريب ان كان بمحافظتك درعا. بدنا نحكي عن واقع رياضه الكاراتيه، يمكن رياضات اخرى بالمحافظات، ومن اهم محافظه اللي انت منتمي لها اللي هي محافظه درعا. لكن عندي الريبورتاج الاول اللي هو ريبورتاج طويل بصراحه، قسمناه لاربع اجزاء. هذا الريبورتاج يعني رافقنا من خلاله رأفت لموقع التدريب لنشوفه كيف عم بيربي جيل صغير على رياضة الكاراتيه. خليكم معنا. أمين أوس، يلا برافو. مامون ويس، مامون يلا. أحمد قرب مامون شوية، أشوف مامون. أيوة شوف ضهرك فوق. خالد بلا حكي، خالد أيوة نزيل هون، بدج ليك تشينج، بدج ليك، بدج ليك، أيوة بدج ليك. طارق افتح، واحد اثنين ثلاثة، كمان 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 افتح زي أحسن أحسن، أيوة كويس. مو أحمد مامون، واحد اثنين ثلاثة، برافو برافو برافو، ممتاز مامون كويس. ورجيني يا حمود قوم فوق، افتح كمان كمان كمان، حلو. وليد 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 فوق، وقف فوق وليد، وقف فوق. يا واحد اثنين ثلاثة، أكثر 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 أكثر، أيوة ممتاز. إيش نيك سام جي جو رو سات هاتش كيو كويس. أسبح أمام أمام، أسبح يلا علي. إيش نيك أكثر 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 عشان كم تزيد. بموقع التدريب يعني بموقع المعركة تبع رأفت إحنا موجودين، نبدأ من البداية. استعد لاعبين جميع كل الاستعداد مع بعض. كيف بيصير القصص كلها؟ هي هلا احماق الفريق، خليهم معك حسن. بدي احكي لك شو بصير هلا. شو عم بصير؟ هو اللي بصير انه هلا لعبه الكاراتيه، اي لاعب بفوت على لعبه البساط للكاراتيه لازم يعمل تحيه للمدرب والبساط ولزملائه. شو بيقول بالتحيه؟ التحيه بقول حي، المدرب بيعطي عاز حي بري، بيعمل قص يعني مستعد لبدايه. شو معناتها؟ القص يعني طاعه عمياء للمدرب اثناء التمرين. قص او القص، القص هي لازم تنعمل للمدرب. واحد قال لك قص بالشارع طاقه إيه؟ بس قال لي قص بالشارع بس. بعرف بكون معي انه من جماعه الكاراتيه. هلا اعمار كثير صغيره، هو الكاراتيه بتاخذ اعمار من تقريبا من 4 سنين وما فوق حسب استوعاب الطفل. يعني في اطفال بيستوعبوا الاربع سنين، في 4 5 سنين، في 6 سنين، وانا عندي وفي مجموعه متقدمين صار شفت 3 سنين معي يعني. بشكل عام هلا هون الشيء عم يصير احماء اللاعبين، لازم اللاعب درجة حرارة جسمه توصل تقريبا بين 35 و 30 بين 35 مشان نفذ حركات الكاراتيه بالشكل المطلوب. بس اعمارهم صغيرة يا شايف. هلا الصغار هدول هي عملية تشجيعية لهم، هي لعبة الكاراتيه في اطفال عندنا اهاليهم، شوف الاهالي انت. في اطفال بالطبيعة الطفل بيخاف. ما عنده شخصية. فلعبة الكاراتيه مجرد هما
حكت بتقول تجيب حد اسبوع الكاراتيه المحاولة ما صفت القصة دفاع عن النفس لا صارت لما كنا أبطال العالم ليش؟ المشكلة إنه برياضة عدم القواعد المحافظات وعدم التتابع يعني ما كان ما كان في استراتيجية مثلا لاعب يعني كان معنا لاعب منتخب ومنفع كثير وطموح دائما بيطمح للعالم بدنا نفكر بالعالمية يعني اللي اول مره بصير مع كل الابطال السابقين رأفت أكراد يحيى النمرسي سلمان اسامه علي هذول ابطال كانوا عندنا هذول حط مدربين رجال نفس الشيء مدربين سيدات سامر حلبي علي حشي يعني جاب الابطال اللي كانوا واذا ما كان بطل بكون يعني لا مدرب ذو خبره يعني وقلبنا نشتغل وشكل لجان لاول مره بصير لجان تكلف كل لجنه تقوم بعملها لازم تشتغل انت فعليا فعال في نشر رياضه الكاراتيه بسوريا بشكل بيتناسب مع خبرتك ومع مكانتك بهاي الرياضه ولو في امكانيه مستعد اي محافظ اي مركز تدريبي بالمحافظه فكرة من الاتحاد انه المدرب انه يزور المحافظات ويختار من المحافظات وجوه شابه او واعده بس المشكله الكاراتيه بدها عمر يعني انت شفت بالروبرتا بالروبرتو انه في عندنا لاعبين كويسين وفي عندنا كم وجه يعني ممكن هذول يصيروا ابطال ومو عربيين عالميا بس مشكله نعم اجاني اتصالات بصراحه لما عرفوا انه انا مستضيفك اجاني اتصالات من محافظات طلبوني انه يا ريت تحكي عن الرياضه بالمحافظات من درعا تحديدا مثلا خلدون محميد انه في مو بس رياضه الكاراتيه في رياضه الملاكمه في رياضه الرياضات دفاع عن النفس باعتبارنا عم نحكي عن جيلنا والدفاع عن النفس وهذا له موضوع اخر انا بدي احكي بعدين يعني خلال الحلقه دول رياضات عاني وعم في منشور عن صوره خطا حتى هو بشكل يعني الحكى معك الزميل خلدون لاعب مدرب ناجح المشكله انه اغلب الابطال اللي كانوا موجود او المدربين كانوا موجود يعني باي رياضه ان كانت كاراتيه او اي لعبه قتاليه بتشكيل لجان طلعوا خارج اللجان يعني بتشكيل لجان مشان الابطال طلعوا برا الابطال طلعوا برا مين دخل لك؟ خلاص دخلت مشان الانتخابات كلها صار يعني انه همشي الانتخابات ما حطوا فكره انها همشي رياضه او الجيل الواعد يعني او يعني كان كاراتيه مصارعه ملاكمه كانت كاراتيه الرياضه الالعاب القتاليه مميزه بسوريا مميزه بشكل يعني انه المشتركين فيها الانتفاع العالم نتائج عربيه اسيويه عالميه كان في عندنا يعني بتعد اثناء الملاكمه خالد فرج عفوا بالمصارعه بالملاكمه غياث طيفور ايهاب اليوسف يعني في ابطال وخالد اكراد كمان فيعني كانوا في ابطال بس خافوا لعب له ظروف عمل زواج كذا الى اخره ما صحت لهم فرصه مثلا يتابعوا صار موضوع تدريبي بالتدريب كمان ما اعطوهم فرصه باللجان الفنيه كمان ما اعطوهم فرصه هذا الحكي كلياته بيخلينا نقول ما نشجع جيلنا على يمارسوا على انهم يمارسوا الرياضه لحتى ياخذوا بطولات شجعهم بحب انه شجعهم على انهم يمارسوا الرياضات القتاليه هلا بشكل عام لو بالمستقبل ان شاء الله تكون هيك الفكره انه بتصير وزاره تفجيريا طفل او اي شخص حاب يلعب ابنه رياضه يلعب رياضه كاراتيه سباحه مصارعه اي لعبه قتال فيها ميزه انها بتعطي الطفل ثقه بالنفس بتفضي الطاقه داخل جسمه تتكون شخصيته
من خلال لو انه مثلا لاعب كرتين احنا بيجي لاعب عمره 4 5 سنين او 6 سنين او سبع العمر لانه ابني بيخاف ابني عنده طاقه زايده على بهاللعبه فبصير بفرغ بفرغها وبتتنظم طاقته يعني على كل هذا بواحد من الريبورتاجات خليني اقول لك اللي عم بشوفونا بدنا نكمل الريبورتاج الاول عرفنا فيه على رأفت على بساط وبعض نرجع بقى عن هاي الرياضة من الفنون اللي ممكن يتعلمها كيف وبهاي الحلقة المسجلة مع البطل العالمي رفعت كرات شكرا مع بعض أرد مع بعض أحكي إيش هلا مع بعض أي هون واحد إيش دين شو انت هاي؟ رافت رافت شو هذا؟ هاي اساسيات كاراتيه اللاعبين مبتدئين هذول هاي مجموعه مبتدئين لا حركات اساسيه كل طفل ما شوفها كلها حامل حزام الابيض بتعلموا الاساسيات الكاراتيه معناها هي القبضه الخاليه هي السيئه لازم بشكل ما بصير تكون بالشكل او بالشكل او بالشكل هل هذول ننتقل للمجموعه الثانيه الثانية هاي مجموعة متقدمة هاي مجموعة هاي شوف بس بصير ما اصفر تقرأ منيح يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية محمد وعلي اللاعب الكبير انه في مناطق بالجسم الوش والبطن والظهر والراس يسجل هلا الوش لازم يكون فيه كنترول ما في طبش قوي نسجل اللاعب ما بصير بقوة في انذار عقوبة عقوبة للي ضرب للي ضرب هلا بالاجر على الوش هي 3 نقاط الاجر على الظهر هي نقطتين او على البطن نقطتين على البطن او على الوش نقطة زين هم نحن عنا انه يسجل بالاجر على الوش هاي بتصم عالية جدا حركة كثير مهمة طيب نلعب قتال نرجع على مجموعة الدفاع طيب خليكم لنشوف اثنين من الشباب اللي من جيلنا الصغير يعني عم يعملوا قتال محمد وعلي محمد وعلي تعال بدنا نعمل شغله عليك لاي هيك حاسس بدنا نعمل شغله بدنا نسجل فيه ما بدنا نجيب يعني كيف الاجر بتنضبط مضبوط اوكي بس في تتم لها هذا خوف هل في على الدفاع يصير ممكن يجي عينه ورمانه هاي الرياضه كاراتيه كفن للدفاع عن النفس بتعمل اذى عفوا هاي هلا الطفل بكون لاعب كرت تقريبا يعني حتى يفوت بجو القتال او يفوت بعدين القتال هو قتال اللاعب بكون لابس يعني وفي مدرب موجه بحس المدرب انه في اصابه عن الطفل زايد فيعني الكاراتيه مو انه يعني لعبه مؤذيه هلا اي وانت ماشي ممكن تنأذى بالعكس الكاراتيه بتضبط مقاييس عند اللاعب الكاراتيه او اللي بيلعب كاراتيه كيف تعرض لموقف كيف يدافع عن حاله ما مش حد يدافع بالمدرسه لا سمح الله بعدين لاعب كاراتيه دائما بيكون للموقف اكثر من انسان قصدك يعني يكون هدول اطفال بيفهموا هاي المبادئ لا يطلعوا بيفهموا بهاي القصص مثلا الطفل مندفع كثير بمرحلة ما يتعلم الاساسيات والحركات بحاول اصير يعني بشكل حطوا مع واحد اقوى منه غير اقوى بحاول اني اخسره بالمباراه او مثلا اخلي لاعب مثلا عم يلعب مع لاعب فاي مو هو يعادله اوقف المباراه بصير اهذب نفسيته لاعب كثير مثلا بخاف شوي او يعني بصير الثقه بالنفس تزيد هيك دربوك؟ درب
بالسابق يعني كيك بس من خلال تصرفات الطفل او لا ما في المدرب يوصل له الشيء اللي بده اياه لدرجه نحن بالتعاون مع الاهالي احيانا في مشاكل بالطفل بصوره بشكل عام هذا بيشمل جميع المدربين الكاراتيه القتاليه الا بيخصك هذا المشاكل لازم يكون مع الكل هو المدرب الكاراتيه او مدرب اللعبه القتاليه بفقد طبعا الاغلبيه بفضل الطفل كيف يعني شفت انا بتدرب كانت من سنين يعني تعلم بده نفس الطريقه فلا يعني احنا من فتره كنا بدبي عن طريق باني هذا بحث كثير فيهم يقول اول مثلا انه بحث على شو ببحث بالكاراتيه؟ يعني الكاراتيه بكتاب 800 كاراتيه بس بقول لك هاي اول الكاراتيه يعني من افريكا اغلب المدربين بيعرفوا هيك بس قتال في يعني في لاعب لاعب عاطفي لاعب هذا هذا مع تطور الزمن وصلنا نكتشف هاي النقطة بس بصراحة من زمان كان الكاراتيه فن للدفاع عن النفس بيحمل قيم غير هلا عم تحكي عنه كثير هلا جيلنا بحاجه لانه يتعلم الدفاع عن النفس اكيد بهي الطريقه وبهي النوع من الرياضه المدرب بيوصل الفكره للمدرب مو بس للاولاد يعني بالوقت الحالي بالحاجه هيك لما اخذ بالشارع لما اذا كان في عنده مثلا بنت عم تثبت اذا مثلا اسائلها بردت فعلها بتربي في البلد هلا هلا بصراحه هذا السؤال مزعج لك في شيء بذهني في حد بدي بس خليك اخذ لك جواب انت بهذاك هاي الحلقه عافيك الله الحمد لله كيف الحمد لله رب الله مرنت لانه مصر الرياضي هذاك الزمان رافت اجراد اجا ليتمرن انه هذا بده يصير بطل اكيد 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 كنت جد حارس مرمى جد انا شفتوش بغير رافت اكراد فشفته على الكاراتيه والتزمت لعيبه ملتزمين جدا جدا ثلاث سنوات ما غاب واحد تمرين واحد ما غاب رافت اكراد موهبه رافت و بتصور لن تتكرر هاي الموهبه لن تتكرر اول ما كنت استاذ عبد الجبار هاي الرياضة ممكن اللي عم بيشوفونا هلا ناخده من ممكن يقتدوا شو النقاط اللي إذا بدي يقوله الثقة بالنفس تيجي من يلتزم التزام مثابرة وعدم راخي الإطاعة العمياء مثل الأولاني الإطاعة العمياء هذا الموضوع شو عم بيقول رأيك؟ سعد المترافق كيفك أنا عم بحكي شغلة إنه اللاعب يعني إذا حب مدرب
يعني يمكن الموضوع التدريب يصير يعني يعشق التلميذ يحب مدرس الماده بتلاقي مواد النص في حلوية كلمة أستاذ عبد الجبار ما تتخيل قديش مبسوط كثير استاذ عبد الجبار فات وان شاء الله بتضل اجيال كبيره ترجع لبعدين هالبلد بس هو مش مهندس مدينه تقيم راسه وامر بنقله الى دمشق يعني مش بحامي عني اكثر من هذا شكرا كثير فت لما مدد يعني احكي اي عن نفسك ما لا والله وانا اعتقد يعني ما وانا بحكي طالب هلا قبل جعفر الاكسترا يلا ماشي جاهزين اوكي اثنين برا ما في شيء فاضي ورجينا شغلي لحاله بس مو جعفر الصف فاضيين طيب انا حاملك مش الميكروفون مش مره كيف لك ميكروفون تشيله قد ايه عمره عمره وقتها كان 5 سنين انا اكتب اخذ لك اعمل له كاتب شو رايك
منيح. طب طب قول باي الكلام باي الكلام الحين نحكي مع جعفر للبابا باي. خلاص يقطع هو سأل يقطع ال عمره فوق العشرين وحتى تم ممارسة اللعبة شجون بس هي هيك شرف بشكل عام الكاراتيه سبع مراحل اللعب زام ال واحد اثنين اربعة خمسة اشد زاوية هذا عشرة وطبعا بصير مو مدرب فيني انه ابونا بالكره يعني حتى بس الوطنيه بشكل عام الكراتيه العربي من افضل مع عثمان الدان على كل الاحوال بين هال قصص العبقيه كلها دور الاهل هو بانهم يشرفوا اولادهم على مشكلة النشر ما في واحد يكون في يعني في في كاميرا في يعني في خدعة كثير فالكرة مو مثل التلفزيون
الراب يقول تشوفه اكثر من مره او أولادكم بس هيك بجملة شيء أطلق أن تعطي انضباط نفس وتعطي أخلاق وأدب ثقة بالنفس ثقة يبدو العالم بتخاف من المجتمع هذا فعم بيحاولوا يدافعوا الولاد عن نفسهم ما هي؟ لا مش دفاع مش دفاع عن النفس من انه انا حقي وبدي اخذه بايدي مش اكثر من هيك اكثر من انه هي فيها ادب لما لاعب الكاراتيه بيطلع طريقه حكيه مع الاخرين مختلفه انا شايف انه لاعب الكاراتيه بيخلي اللي عم يحكي معه يحكي بادب لانه بيخاف انه يعمل معه شيء لا مو هيك لا لانه شوف هالمعادله انت هو مؤدب بتخلي غيره غصبا عنه يحترمه مش من قوه ذراعه في النقطه انه لما عم يبلشوا من الصغر ويكبروا عندهم هدف بدهم يحققوه فانا بتهيالي بالفتره تبع المراهقه حتكون مضبوطه مع تنحرف الانحراف مع المجتمع والشباب اللي عم تضيع على فكره هذا حكي كثير مهم الكوتش تبعه ايوه يعني بيعلموا الولاء بينعكس على الاهل انا اخذته على لبنان بالصيف حطيته بنادي هونيك رفض يتدرب معهم صار ما كان يتدرب تدريبه المضبوط ومستلشي بيقول لي هيدا مش الكوتش تبعي انا بدي ارجع لعندي كوتش رأفت الكوتش حسن والله تحيه شوف لك لانه الاثنين مخلصين يعني بيتعاملوا يعني يعطوا من قلبهم الاثنين سواء الكوتش رأفت او بعدين على كل الاحوال انا بيهمني اولادكم انه مبسوطين فيهم وعم يعملوا شيء حلو ما هي ومبسوط اني موجود معكم كمان اسمحوا لي احكي مع ابو جعفر وكمان ابو الشباب على كل الاحوال الوقت بيمضي كثير بسرعه اهلا وسهلا سمع كيفك اهلا وسهلا ابو جعفر يا رب شو هذا شو هالقوه هاي والله الحمد لله فضل جهود المدربين يعني يعني هيك هو لحاله حب اللعبه عنده موهبه هيك شوي من الاول وحابب هاللعبه فجبناه الاستاذ رفعت وشاف عنده موهبه تمام يعني وحب يسقله يا الموهبه وان شاء الله على المستقبل بطل ان شاء الله باذن الله انت حابب يصير يعني يستمر بهاللعبه ان شاء الله باذن الله والله خطره لا ما في خطوره ان شاء الله أكيد. في توجيهات مدرب مع مدرب خبير يعني استاذ رأفت بطل عالمي والاستاذ حسن كمان بطل جمهوريه كثير ممتازين يعني فما في خطوره ابدا بهاللعبه ان شاء الله ابو جعفر حلمك في حدا كمان هون كيفك ابو علي لا ابو محمد انا بس محمد علي علي هو عم بيلعب هو الولد الوحيد اللي بيلعب طب ليه بالذات؟ عنده هيك شوية لياقة يعني هالشغلات هاي مو انه عنده طاقة وبده يفرغ لا طب ما بتخاف يعمل له شيء مشكلة بالبيت يعمل له شيء مشكلة مع اخواته؟ لا واعي ما في شيء طب والكاراتيه ما بتخليه يروح لهذا المحل؟ لأنه يعمل مشكلة ولا يكون مؤذي؟ لا ما في مشاكل ما في شيء نهائيا عادي جدا تنصح العالم اللي عم يشوفونا هلا من الأهالي انه يجيبوا أولادهم فترة صغيرة؟ يتدربوا هي مو شغلة انه والله مثلا الواحد يقاتل بالشارع وكذا يعني بصير عنده لياقة عنده مثلا تكتيك او ادب او هيك نوع الاستاذ رأفت والاستاذ حسن كثير بيعطون ادب وترتيب باللعب يعني انا كثير مبسوط بالحديث اللي عم يحكوه الاهالي اكثر يمكن اكثر من اللعب حديث كثير حلو شكرا كثير ابو محمد كابتن شكرا كثير لك وشكلك كمان تعبان تعبان معهم للشباب كثير الاهالي عم بيعملوا تعب ما بيضيع بطل جمهوري؟ أنا بطل جمهوري لاعب منتخب يا سيدي من هون سنتين تانيين نشوفك على العالم خالص أنا بصراحة ما نعطيت فرصة للعالم يعني
أعطيت فرصة من قبل الاتحاد الرياضي كان ممكن إن شاء الله نشارك بطولات عربية وآسيوية ونجيب بس عاد بتحقق ذاتك يمكن بالشباب هدول الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ما يكرمنا نطلعهم أفضل بإذن الله نشيل المستحيل عم نعبر عن افكار كل شي بدنا عم نقوله بهالبرنامج باختصار عن اشيالنا عن احلامنا عن برنامج عم يصور عن شبابنا عن حياتنا عن مستقبل عم يدور طبعا كل الاسئله اللي عم توصلنا رأفت باعتبار الحلقات المسجلة ما عم بتكون دقيقة جدا على كل الأحوال أنا عندي مشاركات خلال الأسبوع رح أقراها بس بوقتها هلأ بدي منك قبل ما يتداركنا الوقت توجه للأهل اللي عندهم أولاد صغار وللكبار هيك جمل بتساعدهم لحتى يتجهوا لأقرب محل بيعلم هاي الرياضة لا يتخذوها كوسيلة إذا احتاجوها بالدفاع عن النفس نحن مو الكاراتيه لحال اي لعبه يعني اذا لعبه قتاليه يعني هلا في حال هلا بعد فتره الامتحانات راح يجي موسم الصيف فبالعكس يعني الطفل اللي بتوجه مثلا انا اذا بالشام في عده مراكز كثير باي محافظه يتفرجوا او يجوا على المركز التدريبي انا برايي يخلوا الطفل يتفرج اول شيء حتى ما يسجلوه وانا عندي هاي الشغله اي واحد بسجل ابنه بخلي انه ابنه يتفرج او يكون ضيف عنا على للتمرين ليوم او ليوم بتفرج وبعد بخلي الطفل هو يقرر يعني بحب يخلي الطفل ياخذ قراره واللعبه بشكل عام ايه من الكاراتيه فنحن بالكاراتيه مقسوم لقسمين قسم اللياقه واداه الطفل يعني تمارين سويديه وبتكون نسبتها تقريبا شو 70% خاصه للمبتدئ وبعدين عم نفوت بالكاراتيه والكاراتيه يعني عم نتعلم الطفل المبتدئ اساسيات وكيف يدافع عن نفسه في حال تعرض مو لشرط يعني موقف يعني تعرض لأي ممكن بالبيت يتعلم أخته أخوه أبوه يعني طب معلش لعد تغير المفهوم عن جيلنا بدل ما يكون دفاع عن النفس حماية النفس ما مو أحلى الاسم يعني بيحمي نفسه من حركة بتجي من شيء يعني بيصير عنده رد فعل سريع الطفل أو الشخص اللي بيكون متعلم هيك نوع من الرياضة صح لما أساسا شو مثلا الكاراتيه احنا عندنا الكاراتيه حكيت أنا قبل إنه هي القبضة شو معنى التشودن أو الكاراتيه القبضة الكاراتيه معنى القبضة الخالية من السلاح قبضة فارغة فارغة والنية السيئة فالطفل اللي بتعلم كاراتيه أو بتعلم أي لعبة قتالية بعد 3 أشهر تتغير شخصيته إجباري للأفضل بعيدا عن اللي عم يوصلنا عن الانترنت بس في شكر لك وفي تحيه في ناس بيعرفوك كمان على الشات عم يبعثوا لنا بتتابع نشاطات ثقافيه بتتابع قليل والله ليش ما دام تهذيب للنفس وكذا وهيك يعني عندك اهتمامات غير الكاراتيه انا احيانا مثلا من فتره صار مهرجان طفل عندنا بدرعا اخذت اطفالي مثلا اولادي يعني هذا اهتمامي بس لا احيانا يعني مشكله ما في وقت صدقا يعني انا يعني حتى التلفزيون يمكن بتفرج عليه باليوم شو ساعتين اكثر شيء بس بتشوف جيلنا اكيد عرفناك طيب رأفت بتشجع الاطفال اللي موجودين عندك او الاشخاص اللي عم يلعبوا كاراتيه لحتى يكملوا هذا النوع من 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 الفن الدفاع عن النفس خلينا نسميه بتشجعهم لحتى يتجهوا لنوع من الانشطه يمارسوها غير الكاراتيه مثل شو اغلب طلابي يلي عندي مسجلين بالنادي عندي شفناهم بالشام انه اغلبيتهم مسجلين موسيقى عندي 4-5 طلاب مميزين بيلعبوا كاراتيه عندي بس هذا لانه يمكن بالشام سنتر مش لا لا هلا في اذا ما في اس عندي بنادي الجلاء ولا دخل بالطبقه الاجتماعيه ولا لا مو موضوع هسه بالموضوع كمان بالجلاء وبدرعة وكذا هلا اغلب الاطفال اللي بيمارس نشاط ثاني مع الكاراتيه يعني مع الرياضه بشكل عام اغلبيتهم اتجاههم موسيقى في عندي شعر في عندي كم طفل كمان بيحكوا شعر امبارح تفاجأت بطفل بعد التمرين الاستاذ قال لي والده تسمع شعر من ابني تفاجأت قال لي تأليفه قولا واحدا عم يحكي عن الشعب الفلسطيني فعلا مبدع يعني مبدع بالكلام في اطفال في كثير اتجاهات عندنا يعني مع الرياضه انا مثلا مع الرياضه كنت يعني بحب اتابع البرامج الثقافيه بس هلا وقت التدريب بس صرت مدرب يعني بشكل عام هلا ما في وقت بتمنى والله بتمنى شو هي بتعرف لما طلعت لهم فتره على دبي ماني مسؤول عن شيء بس عندي دوره وبرجع بتفرج على التلفزيون او بطلع على كل انه هلا ما في وقت لازم نقرا شو عندنا مشاركات حيك هي من السويد بتقول الدفاع عن النفس لم يعد ساري المفعول في السويد خاصه كما كان سابقا لنشوف هون هي هي المشاركه كما كان سابقا لاستقطاب الاطفال لكي يدافع عن انفسهم لو تعرضوا لهجوم ما وتدرب الاطفال واصبحوا شباب حصلت شجارات متنوعه
ومقصودة لتجربة فعالية الدفاع عن النفس، وكل تدريب للدفاع عن النفس كان يبحث عن اصطدامات ليبرز إمكانياته ودفاعه عن نفسه. أكيد في نوادي عديدة في السويد وغيرها لتدريب الكاراتيه، بيترو هو اللي باعته. بتخليني أسألك سؤال، هيك بصير عندنا كمان؟ هذا إذا كان بالسويد بيجربوا الأطفال نفسهم بعد ما يطلعوا، بتصير هيك؟ أنا أحيانا بعد فترات نعمل أحيانا عروض قتالية أو مثلا مثل كيف بيعمل فيلم بنحاول نعمل، أما برا بالشارع أو بالهاية تجرب الطفل تعرض لموقف. هلا عندي طفل أطفال، الوالدة قالت لي بعد ما لعب كارت ياس إنه كل أسبوعين ثلاثة نزور الإدارة، قلت له شو؟ قال بتعرضوا له كثير، كان أول شيء هو بيخاف كثير كثير، فبالكاراتيه صار ردات فعله إنه واثق من نفسه كثير، هذا طفل، يمكن طفل ثاني ما يتجاوب. هذا الشيء له علاقة بشخصية الطفل، بشخصية أو بشخصية أي حدا من جيلنا عم يتفرج وممكن يفوت هو أستاذ لحتى يجرب. بشكل عام قلت لك يعني مو بس بالكاراتيه، بأي لا بأي حتى بالحياة، في إنسان عاطفي، في إنسان فكري، في إنسان حركي. حلو. فهذا علم، هذا الجديد، يعني هو الجديد بس يمكن نحن ما بنعرفه، أو هو قديم نحن ما بنعرفه. وكل مرحلة أو كل نوعية لها ثلاث نوعيات، فهي فيزيولوجية الطفل أو فيزيولوجية الشخص هي تتحكم فيه. أنا ممكن أكون عاطف، هلا تعرضت لموقف أنا عاطف، يعني ردات فعلي سريعة، الإنسان العقلاني ما برد، ممكن ما يتجاوب مباشرة. إذن الحالة هي كتير فردية. على كل الأحوال يبدو ما راح لحق حتى أقرأ المشاركات الكتير اللي جايتني خلال الأسبوع. عندي مشاركة من كندا، أنا سوري كندي عم بيشوف التلفزيون وعم يقترح علينا أنه نناقش موضوع، هو دكتوراه بعلم النفس السريري بجامعة أوتاوا، وعم يقترح علينا نناقش موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال اللي عم يقرأ على الإنترنت أنه منتشر وكذا وهيك. اتأكد من المواقع اللي بتقرأ منها هاي المعلومات اولا، ثانيا هذا موضوع اكيد ممكن يكون في له مكان للنقاش لكن ببرامج اخرى غير برنامج جينا، وممكن يكون اذا كان في ربط يعني ممكن نقدم حاله من هاي الحالات اذا كنت انت ضيفنا طبعا ما انك بعت اسمك. هلا عبر الشات اجاني اقتراحات اثناء الاسبوع، لانه بيكون في اقتراح حدا عم يطلب منا نناقش موضوع حجب المواقع الالكترونيه، وهذا موضوع انطرح أكثر من مرة وإن شاء الله بنرجع بنطرحه مرة تانية. وفي عندي الإعلامي حدا كمان عبر الشات، هو من مدينة اللاذقية بصراحة، وقال طالب مني أنه ناقش موضوع مهم، هو تركيز النشاطات الثقافية بمحافظة دمشق، ليش ما عم ينتشروا على باقي المحافظات؟ يا جماعة في عندكم مهرجانين باللاذقية، مهرجان هاي مسرحيا طبعا، مهرجان كوميديا ومهرجان المونودراما اللي عم نسجل الحلقه مشان نطلع نحضر الافتتاح تبعه، وعندكم نشاطات كتير بكل المحافظات. صحيح يمكن في تركيز اكبر بالشام لانها العاصمه، لكن بعتقد ما عم بيكون في بخل بهاي القضيه، بس يكون في مجال ووقت متاح من قبل الجهات الثقافيه اللي عم تقدم عروض او عم تقدم نشاطات. شلون درعا في نشاطات؟ في نشاطات لك من فتره كان عندنا مهرجان الطفل وصار في يعني على كل الأحوال لازم يتناسب النشاط مع حجم الحضور الثقافي اللي بيكون موجود بالمحافظات. وأنا ما بنكر أنه محافظاتنا السورية يعني بصراحة متعطشة للنشاط الثقافي بس يكون موجود فيها. أنا في عندنا فقرة ثابتة حابين ورجيك كاريكاتور هيك تعلق لنا عليه، شو رأيك مع بعض؟ فقرة كاريكاتور جيلنا خلينا نشوفها، وبعد منا ناخد تعليق ونختم مباشرة. هي للفنان إسماعيل آغا اللي بيواكب حلقاتنا عبر الإنترنت وبيبعتنا دائما رسومات كاريكاتير مرتبطة بالموضوع. هلأ اللي بعتنا إياه اليوم إسماعيل هو الرسم، رسم هيك رسم كاريكاتوري عن المرأة والكاراتيه لكن بعد الزواج. شوفوا شوفوا شفتها؟ الحمد لله أنا بلعب كاراتيه. يا شو المدام تلعب كاراتيه؟ الحمد لله أنا بلعب كاراتيه بس ما الله يجبر على اللي ما بلعب كاراتيه. إيه بس هيك شكراً يا إسماعيل على هذا الكاريكاتير، بس يعني هذا مو دفاع عن النفس، هذا إقلاع عن الحياة يعني. هذا الطلق وما بدا شيء. شكراً كثير للي عم بيعطونا كاريكاتورات مشان هاي الفقرة اللي هي كاريكاتور جينا، واللي حاولوا حتى بالأثناء الحلقة ولو مسجلة إنه يتواصلوا معنا. لازم أختم، الوقت كتير بيمشي بسرعة معك رأفت، وعندنا كتير تفاصيل نحكيها. باختصار جيلنا والدفاع عن النفس كلمتين. لازم يتعلم واحد، لازم. طيب وإلك هلأ كلمتين رأفت، ليش ما صرت مثلا اشتغلت بالسينما؟ اشتغلت والله خطر مرة عرضوا علينا بس كان يعني مرة أنا وغادة وهيشام، هي غادة شعاع بطل نقدم حلقات لكل واحد مجاله،
ويندعم. وبعدين ما في فكرة التغت زمان، مع انه على فكرة برنامج يعني. لا انا قصدي انه ليش ما بصيروا عندنا ابطالنا العالميين، ابطال بيكون عندنا هوليود مثل بيكون عندنا انه لازم تصير بروسلي يعني، ما هيك؟ مو شرط تجيلي. لكن لكل اللي عم يشوفونا شكرا كثير رفعت، لانك شكرا للاستضافة وللكادر البرنامج كله، وشكرا لاستضافتكم. تواصلوا معنا على ايميل البرنامج جيلنا @rtv.gov.sy او صندوق بريد دمشق 10674 تلت الاسبوع لقراءة مشاركاتكم وتقديم مقترحاتكم والاراء. تواصل مع الموقع المخدم للبرنامج amjadtv.net. وكل الشكر للي تابعنا من فريق العمل، ومني انا امجد طعمه، وهذا جيلنا. شكرا يا رب. شكرا صديق. Yeah.